شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص والفادي. أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هم الفريسيون؟ متى نشأوا؟ وما هي صفاتهم وأعمالهم؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. لما ندخل العهد الجديد هنتقابل مع تفاصيل كثيرة ربما للوهلة الأولى نجدها غريبة ولا يمكن أن تكون هناك بينها وبين العهد القديم ترابط. يعني مثلا هنتقابل مع مجامع لليهود ما كانتش موجودة في ختام العهد القديم، هنتقابل مع مجموعات دينية في الوسط اليهودي ما كانتش موجودة في ختام العهد القديم. من ضمن المجموعات ديت مجموعة الفريسيين، مجموعة الكتبة، مجموعة الصدقيين، هنتقابل مع الهرادسة، كل ده ما كانش موجود في العهد القديم. مين هم الفريسيين؟ الفريسيين مجموعة من ضمن مجموعات ثلاثة كانت تكون المجتمع اليهودي، الكتبة والفريسيين والصدقيين. كلمة فريسي مش كلمة عربية لكن مشتقة من الأصل الأرامي الذي يعني منعزل، جماعة عزلوا أنفسهم عن بقية الناس، رأوا في أنفسهم الأفضلية والتفوق على باقي خلق الله، شايفين نفسهم أفضل من الكل فانعزلوا عن باقي شعب اليهود. مش لأن شعب اليهود أقل منهم قيمة، هم رأوا في الباقي أقل منهم قيمة ورأوا في أنفسهم المدافعين عن حق الله وعن شرع الله. نعرف من خلال الفترة الزمنية 400 سنة صمت التي تمثل الفترة بين العهدين، بين ملاخي وبين متى، الفترة ديت كان فيها مجموعة تدعى المكابيين، عصر المكابيين اللي نقدر نحدده من 175 قبل الميلاد ل 164. المجموعة ديت كانت تقوم بثورة ضد السلوقيين اللي هو كان منهم ملك الشمال أنتيوخوس أبيفانس الذي دنس مذبح الرب، إذ ذبح خنزيرة على مذبح الرب وأحرق نسخ التوراة. فالمكابيين قاموا بثورة ضد السلوقيين، ضد أنتيوخوس أبيفانس، وتأسس ما يسمى بعيد التجديد. الحقيقة الجماعة الفريسيين تضامنوا مع المكابيين ضد السلوقيين، ضد أنتيوخوس أبيفانس، كانوا يدافعون عن الشريعة بضراوة. لكن بمرور الأيام تحول المكابيون إلى الثقافة الهيلينية، يعني الثقافة الهيلينية اللي هي الثقافة اليونانية، كانوا مولعين بالثقافة الهيلينية. فالفريسيين رأوا في المكابيين أنهم انحرفوا عن الحق، انحرفوا عن التمسك بالشريعة، فعزلوا أنفسهم بدرجة أشد وأطلقوا على أنفسهم الفريسيين، يعني المنعزلين. وفي واحد اسمه يوحنا هيركانوس كان حوالي 135 ل 105 قبل الميلاد، كان زعيم في وسط هؤلاء الفريسيين لكن مؤخرا تحول إلى شيعة الصدقيين اللي هم زي الليبراليين، كانوا عكس الفريسيين. فالجماعة الفريسيين كانوا معاصرين للمكابيين، الجماعة الفريسيين كانوا منعزلين عزلوا أنفسهم عن باقي الناس، الجماعة الفريسيين كانوا يحاربون بضراوة لأجل حرف الناموس وحرف الشريعة، تمسكوا بحرفية الشريعة. لما تولد المسيح ليكون المجد بالجسد كان المجتمع اليهودي يعج بهذه الفئات الثلاث اللي هم الفريسيين والصدقيين والكتبة. والفريسيين زي ما قلت دلوقتي متشددين جدا، كانوا يأخذون بظاهر الناموس والشريعة ثم تمسكوا بأقوال الآباء اللي هي التقليد، ورفعوا التقليد إلى المساواة بكلمة الله،
ثم تطرفوا إلى أن رفعوا التقليد إلى أعلى درجة من كلمة الله، حتى أن المسيح في إحدى توبيخاته لهم قال لهم أبطلتم ناموس الله بتقليداتكم. عشان كده في عظة شهيرة جدا في إنجيل متى تدعى عظة الويلات. لو رحنا لمتى 23 هنتقابل مع ويلات متعددة نطق بها المسيح ضد الكتبة والفريسيين، الفريق اللي اسمه الفريسيين اللي هم عزلوا نفسهم وشافوا نفسهم أكثر قداسة من خلق الله وأكثر تمسكا بحق الله وشريعة الله. قال لهم إيه؟ يقول في متى 23 عدد 13 يقول لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. يعني صلوا ولأجل سبب بسيط يطيلوا الصلوات لأجل مدح من الناس وهما في نفس الوقت بيأكلوا بيوت الأرامل، ازدواجية في الحياة. يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. واعتقد هذا ما كنا نراه في الأناجيل وهذا ما نراه في كل المتشددين عبر العصور، هم أكثر نشاطا في الجولات والتجوال مش علشان يربحوا حد لأجل مجد الله لكن عشان يربحوا تابعين، يعني يضموا تابعين لهم ويعملوا غسيل مخ للتابعين ويتاجروا بقضية الدين ويعملوا وراهم إرهابيين يتمسكوا بكلام الله يتمسكوا بشريعة الله في ظاهرها ويدافعون عن الحق في ظاهره لكن في داخلهم هم أكثر ناس يكسرون وصايا الله. قال لهم في عدد 16 ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان أيهما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان أيهما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ بعد كده يقول لهم في عدد 23 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. كل هذه الويلات أقودك عزيزي المشاهد أنك تقرأ متى 23 قائمة طويلة من الويلات تلخص هؤلاء الفريسيين وحياة الفريسيين، ناس عايشة بوشين، مراؤون يعني ممثلين، عندهم ازدواجية في الحياة، يصفون عن البعوضة أمام الناس كأنهم في منتهى التدقيق لكن يبلعون الجمل، يعني حياة مزدوجة، ممكن يقتلوا الناس في غيابهم، ممكن يجيبوا سيرة الناس، ممكن يجمعوا شهود زور على الناس، ممكن يأكلوا بيوت الأرامل لكن يقفوا يصلوا ويدققوا في أصغر وصايا الناموس. أخشى عزيز المشاهد أن تغدع من هذا الفريق الآن، لكن الرب يريد رحمة لا ذبيحة، يريد أن تحفظ كلام الله بروح الله، تفهم مقاصد الله، تدافع عن الحق كل الحق، أصغر الوصايا وأكبر الوصايا. والتقي بيك عزيز المشاهد في حلقة جديدة قادمة والرب معك. عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبي، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.